أنا عمري ما تدخلت بحياتك، رجاء بحياتي لا تتدخل. إذا هالفترة طلبت منك هيك كم شغلة، هذا ما بيعطيك الحق إنك تتحكم فيي. حتى المصاري اللي عم تعطيني إياهم بعتقد هذا حقي من المحل. لا تقلي هال3000 هن نصيبي، لأنه بسطة بالشارع بتطلع أكتر من هيك. عالمشفى أنا بجي لحالي. وشكراً كثير على خدماتك، لأنه طلع لازم أدفع حقه غالي كثير. أنا ما معي أدفع لك. وقت كانت ندى تحكي لي كنت ما صدقت، بس أنت فعلاً ما بتمر معك. الله يخليكم لبعض أنت وندى. هلأ صار ما في أحسن منا، يمكن لأنه بتعرف تكذب عليك منيح. الله معك أخي، خلينا حبايب. مشان الله رحاب، اللي فيني مكفيني. انت اللي فيكي مكفيكي؟ امك شو معناتها؟ لك ولا عندك استعداد تروحي تراضيها؟ هتحل برأيك؟ يا اختي مو هي قالت لك انه ما بدها تحكي معي هلا؟ خلاص بعدين حاجة لسه عم نجامل بعض. عن جد انت مو طبيعية، شو بنا معها؟ انا كنت عرفانة وقت اللي بتجي خالتي ندى بتبلش المشاكل. شو دخلها ندى؟ بعدين حبيبتي القصص بدها تعلق وتعلق، خليها علقانة من هلا. ليش لا تعلق؟ أنا وشادي وضعنا ما رح يضل هيك. إيه لأنه العينتين عنده استعداد هلا يتزوجك وأنت اللي مصبرتي. عرفتي ليش بستناها لندى؟ ما بحب أحكي غير معها لأنها ما بتتفلسف. ها خلصيني. بتعرفيها بتروق بسرعة. بعدين شوفي شو تعبانة. كل يوم بتروح من الصبح للمساء على الشغل وبتيجي حالتها حالة. بعدين مها ماما كل يوم عم تنزل لعند خالة ورد على المحل. شكلها رجعت تشتغل محل الورد مشان المصروف. مها شبنا؟ والله بعرفك بتحبيها. بعدين انت الغلطانه، بتعرفي انك انت الغلطانه. لو تشوفي امبارح لما نزلتي من البيت شو عملت. هلا نمتي؟ لك وانت طالعه طفي الضو وسكري الباب. ايه على فكره رح نتزوج قريبا انا وشادي. ملاحظه انه انت ما حكيتي لي شو صار معك امبارح. ما رح قلك لتقلي لي شو سبب اهتمامك المفاجئ بشكلك بعد ما تعرفتي على عمار. قررت صدقك لأنه ما عندها خيار تاني. شو بدك اياها تقلك؟ أنا بعرف إنك عم تحكي مع واحد مسيحي. كنت عند شادي بالبيت امبارح. منيح؟ وين متوقع أكون يعني؟ لا بتكون نايمة بعدين. يلا قومي من خلاص، قومي صالحيها. طيب رحاب مو تروحي هلا تقولي لها لأمي؟ ايه اكيد ما رح قلها لأني ماني حابة اشرطها. بس لتحبي أو ترتبطي بحدا بتحبيه بتبقي بتعرفي عن شو عم بحكي. شو قصدك؟ بعدين بتعرفي قصدي. ماما لساتك زعلانة مني؟ هلأ بس في ام نحكي. الله خليكي طلعي وسكري الباب. فوتي. أنا آسفة ماما إني رديت عليكي، ما كان قصدي. ما تعبتي من كتر ما بتتأسفي؟ لك
كأنا قدك كنت مسؤولة عن بيت وولاد. انتي لهلا لساتك عم تنططي من هون لهون، لساتك عم تدبري 100 كذبة تكذبيهم علي باليوم. شو بتعملي هلا إذا قلت لك رجعي محل ما كنتي؟ أنا نمت عند وداد مبارح. مين وداد؟ هاي الست اللي اعتبرتيها أمك وقت توفى أبوكي وقعدتي تبكي بحضنها. أمي؟ منيح إنه عندك أم بديلة مشان إذا الله قصف عمري ما تنقطعي. ماما صدقيني، بس تقولي صدقيني بحسك عم تكذبي. على كل إن أنا خلص ما عاد أسألك شو عملتي أو شو بدك تعملي بحياتك، أنت حرة. بس في نصيحة صغيرة بحب قلك إياها، الرجال عنا ما بيحترم المرة اللي بتدلق حالة عليه. وبالنسبة إلي الغني نهائيا من حياتك، هيك بنرتاح نحن التنتين. ما عندك جواب؟ انت هلا متضايقة ومعصبة ومعك حق بأي شيء بدك تحكي، بس بتمنى شي مرة واحدة تستوعبيني وتبرري لي مثل ما بتبرري لريحة. قومي اطلعي بدي ارتاح. صوتي لا لسه ما تصالحنا، بس يعني الوضع مو كتير سيء. شو مهد لها؟ مو لتمهد لأهلك بالأول؟ بكرة مستحيل. إيش لها كم يوم؟ امك وحكيناها غيره؟ اي لا تواخذينا، لا تكون قطعت له حديثك الهام، ردي دقي له. هلا هو بيرجع بيتصل. نسيت قصص التقل. انا شغل تقل انا. حبيبتي عم يحكي من الشارع لانه تليفونه مفصول لاسباب ماليه. شو بدك؟ ضروري يكون بدي شي لحتى احكي معك. حبيبتي اذا مشان موضوع ماما لا تقلقي. ماما كثير منيحه. وانتي بتعرفيها ماما قوية ما بينخاف عليها. ماما ما صار لزمان عاملة العملية. طيب حبيبتي عم تنزل كل يوم على الدكتور، عم تطمن على حالها؟ كمان هذا اللي مخوفني، ما حدا بينزل على الدكتور كل يوم الا اذا كان في شيء. حبيبتي ليش خايفة؟ يعني معقولة يكون في شيء وما تكون قايلت لنا؟ بعدين انتي شو عرفك اللي عامل عملية كم مرة بده ينزل على الدكتور؟ احنا هي اول حدا لسه بيعمل عملية بالبيت، انكترت عملية زايدة اولوزات. ما حاسة حالي تعبانة. روحي اشربي كاسة بابونج ضايع حطي راسك ونامي. حاسة حالي تعبانة من جوا. روحي بسكري الباب وراكي ولا قلك تركيه مشقوق.